مرحبا بكم مرة تانية. ومهرجان العالمين بيقول لك لازم تخلي قلبك جامد وتزود بنزين كتير، عشان كده سباقات سبيد والكارتينج جذبت العديد من زوار مهرجان العالمين من مختلف الفئات، وشفنا شباب وأطفال اهتموا جدا انهم يشاركوا في السباقات. خلونا نتعرف أكتر عليها من خلال لقائنا مع أستاذ محمد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة شركة تاون المنظمة لسباقات سبيد بالعالمين. برحب بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، واهلا بالساده ضيوف وساده الحضور. بدايه عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن مشاركتكم بسباق زي ده في مهرجان العالمين الجديد. والله انا بس اول حاجه انا احب من خلال حضرتك ان انا اشكر معالي الوزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي لاهتمامه الشديد برياضه السيارات والكارتينج في السنوات الاخيره. كذلك رئاسة مجلس الوزراء باهتمامها بأن يكون رياضة السيارات والكارتينج من ضمن أهم الأنشطة الموجودة في مهرجان العالمين. حقيقي السنة دي كان فيه اختلاف كبير جدا، وكان فيه عدد كبير جدا جدا من السيادة المشتركين في سباقات السبيد وفي سباقات الكارتينج، والحمد لله حققنا نجاح كبير جدا. وانا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان الموضوع ما بقاش مقتصر على الشباب اللي هو يحضر بعربياته ويتمرن وينزل للسباقات الرسميه فقط في العالمين، لا ده بقى فيه كمان الاطفال. يعني بدات الموضوع يبقى فيه اطفال من سن 12 سنه لغايه قبل 14 سنه ان هم ينضموا للسباقات، وبالفعل كان في طلب عندنا وناس نزلوا من خلالنا. مايا محمد حققت مركز ثالث في الفئه بتاعتها الحمد لله. طب ازاي المكان كان مجهز لاستقبال يعني مسابقه زي كده؟ اكيد في مواصفات خاصه للمكان لازم تكون موجوده، ازاي ده اتحقق في العالمين الجديد؟ من ضمن الاماكن الجميله اللي اتعملت في العالمين تراك بتاع 111، وهو تراك مجهز دولي تحت اشراف نادي السيارات والرحلات المصري والاف اي اي. التراك ده يعتبر دولي، كل مواصفاته مواصفات قياسيه سليمه امنه، نقدر ان احنا من خلالها ننضم لرياضه السيارات بمنتهى البساطه، ونقدر ان احنا نشارك فيها في مهرجان العالمين. وده اللي حصل بالفعل. وعايز اقول لحضرتك ان التراك ده كان فيه اكثر من 115 متسابق، ودي اول مره تحصل في مهرجان العالمين. طيب يعني مصر مكانها ايه في الرياضه دي؟ يعني احنا واصلين لفين؟ وازاي كان في كمان تفاعل في المهرجان مع مشاهده المسابقات اللي كانت بتتم؟ طيب انا هقول لحضرتك على حاجه، يكفينا شرفا ان احنا نقول ان بطل العالم في الدريفت بقى مصري، كابتن هشام الخطيب. بطل العالم مصر الحمد لله خلال اخر 5 سنوات، يمكن زي ما بلغت حضرتك باهتمام شديد من وزاره الشباب والرياضه لرياضه السيارات، بقت في تعتبر في الخريطه الخاصه برياضه السيارات عالميا، وبدانا ننافس بره مصر في جميع مختلفاتها، مش في سباقات السبيد بس، سبيد وكارتينج والرالي. الحمد لله بقى عندنا ابطال من زمان وابطال جداد محققين مراكز عالميه. طيب لو اتكلمنا عن الكارتينج تحديدا، ودي اللي كانت موجوده في مهرجان العالمين الجديده، يعني كلمنا بشكل سريع عنها كرياضه او منافسه. الكارتينج هي البدايه لاي متسابق من اول سن 8 سنوات لحد سن مفتوح، هي البدايه لاي متسابق يحب ينضم لرياضه السيارات، هي البيزك، هي الاساس، هي اللي بقدر من خلالها اعرف الريس لاين، واقدر ان انا بمنتهى البساطه انضم للسباقات الرسميه المعتمده. والسنه دي اللي احنا كنا ملاحظينه، انا يمكن اقول لحضرتك انا موجود في مهرجان العالمين من ساعه ما بدا من 2022، هتقول لسيادتك ان العدد السنه دي لا يوصف، العدد كبير جدا، الناس المشتركه والابطال المشتركين والنتائج اللي حققها حقيقي حقيقي، المهرجان محقق فعاليات فوق الوصف في الكارتينج ما شاء الله. تفاعل الناس كان ازاي كمان؟ يعني كان عندهم فضول يعرفوا الرياضه دي عباره عن ايه، خاصه ان مش كل الناس عارفه الحاجات المرتبطه برياضات السيارات او السرعه في مصر. جميل جدا، ثقافه رياضه السيارات في مصر انتشرت الفتره الاخيره بشكل جميل جدا. الدليل ان بقى الشباب والابطال والاطفال لما بييجوا يحضروا السباقات الاخيره اللي حصلت في العالمين، مش جايين لوحدهم يا فندم، جايين معاهم اولياء الامور، وبدأ الأولياء الأمور هم اللي ينزلوا يسألوا الله أنا ابني ممكن يشترك في الحاجة الجميلة المحترمة دي إزاي؟ فده اللي أنا عايز أوصله لحضرتك، إن العدد كان كبير جدا، لأن مش الشباب اللي كانوا موجودين، أولياء الأمور نفسهم كانوا موجودين وبيشجعوا أولادهم على إن هم ينضموا للسباقات الرسمية تحت مظلة نادي سيارات ورحلات المصري في العالمين يا فندم. الحقيقة العالمين ومهرجان العالمين الجديدة كان فرصة لرياضات كتير إنها تبقى موجودة على الساحة، إن الناس كمان تعرف معلومات كتير عنها. أنا بشكرك في النهاية أستاذ محمد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة شركة تالون المنظمة لسباقات سبيد بالعالمين الجديدة، شكرا جزيلا ليك.